بالحلقة اليوم رح نحكي عن الحروق وطرق معالجتها. بحال الحرق ما تنسوا أولاً التأكد من الحماية وإزالة سبب الحرق أو الابتعاد عنه. لمعالجة الحرق برد المنطقة المحروقة بالماء الجارية الباردة، يعني ماء من الحنفية، لمدة 10 دقائق. هيدا بيساعد على تخفيف الألم والتورم واحتمال ترك أثر. ما لازم أبداً نحط أي مواد على الحرق غير الماء، لأن هيدا ممكن أنه يأذي بدل من أنه يفيد. وأبداً ما منستعمل التلج للتبريد، لأنه التلج بيزيد من الحرق وبيأذي الجلد أكتر. إذا كانت منطقة الحرق بحاجة لعناية طبية إضافية، غلف المنطقة المحروقة بطريقة نظيفة لتفادي الالتهابات ولتخفيف الألم. وإذا دعت الحاجة اتصل بالصليب الأحمر على 140. إذا كان في تياب ملزقة على الجلد بمنطقة الحرق، ما لازم أبداً نشيلها. من بعد الملابس أو المجوهرات القريبة من الحرق، بس أبداً ما منشيل أي شيء ملزق على الحرق، لأن هيدا بيتسبب بضرر أكبر. في حال ظهور فقاعات بسبب الحرق، ما لازم نفقعها لنتفادى الالتهابات. نعتبر أنه الحرق بليغ أو خطير بالحالات التالية: إذا كان المصاب بالحرق طفل، إذا تسبب الحرق بفقاعات، إذا أكثر من منطقة بالجسم محترقة، إذا غطى الحرق الإيدين أو الإجرين أو المفاصل أو الوجه، أو إذا بينت الأنسجة الداخلية. ما تنسوا بحال الحرق زيلوا سبب الحرق، بردوا الحرق بماء جارية باردة من الحنفية لمدة 10 دقائق. إذا كان المصاب طفل أو إذا كان الحرق خطير، اتصلوا بالصليب الأحمر على 140.